صباح الخير وصباح الصحة والسلامة على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الصحة والسلامة. سعداء جدا باش نستقبلوا معنا اليوم الدكتورة نائلة دراعو، طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية الشعر والأظافر. صباح الخير دكتورة نائلة. صباح النور عفا. أهلا وسهلا بك معنا، نورك العادة. الله يسلمك. أهلا وسهلا. شكرا لك. اليوم إن شاء الله وإحنا مواصلين، وكانوا الكثير من الرسائل الإيجابية بزاف اللي توصلنا بها لما كنا تكلمنا على المشاكل اللي كتخص المرأة، وكانت كثير من التساؤلات اللي جات من بعد دكتورة نائلة وكيطالبونا باش نجاوبوا عليها، كل ما عنده علاقة بما هو التجميل خصوصا في الصحة ديال المرأة. اليوم غادي نتكلموا على الشعر، غنتكلموا على الكثير من المشاكل ربما بما فيها التساقط، بما فيها السيدات ربما اللي كتقول لك انا الشعر ديالي قوي من بعد ما عرفش كيفاش وقع ترجع خفيف. غنتكلموا على الناس اللي عندهم الجفاف او لا النشوفية ديال الشعر. غنوقفوا عند المشكل ديال القشرة والفروة ديال الرأس اللي كتكون ميدمة، يعني كثير من النقاط غادي نوقفوا عندها اليوم. غدا نقول لكل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا على انه باب التواصل مفتوح دائما من خلال الارقام 05 22 46 50 51 او 52 او 05 22 80 00 61 61 او 62. الا سمحتي دكتوره نائله غادي نبداو بمجموعه من التساؤلات ومن بعد غادي نمشيو باش نتكلموا على الموضوع ديالنا اليوم. غنبداو بسؤال من عند ام نوها. ام نوها قالت باللي بسبب صباغه هي عرفت المشكل منين كان الشعر ديالها طويل وكان قوي، عملت واحد الصباغه لما كان جا الصيف، من بعد قالت انه الشعر ديالها تبدل تماما لدرجه انه الشعر ديالها ما بقاش طويل رغم انها ما قطعاتوش نهائيا. وقالت الا شافوا الانسان كيحسب له باللي مقطع بالمقص وهي راه ما قطعاتوش نهائيا. الشعر ديالها كان عادي، دابا ولا ناشف ولا كيتقصف او ولا كيتقرد. كتقول باللي هي استعملت بزاف ديال انواع ديال الشامبوانات، استعملت لابخي شامبوان، استعملت بعض الانواع ديال الماسكات ولكن بدون نتيجه نهائيا. قالت كل مره كانت كتمشي كتطلب النصيحه ديال الصيدلي كيعطيها مثلا واحد النوع ديال الشامبوان اولا ديال الماسك ولكن بدون نتيجه. كتقول لك دابا بغات غير الشعر ديالها يرجع للحاله ديالو الطبيعيه اللي كان فيها، وعلى الاقل داك الطول اللي كان عنده واش كاين احتمال انه يعاود يرجع ولا لا، لانه الشعر ديالها كتقول كان طويل بزاف. فعلا كنلاحظوا بحال هاد العواقب الجانبيه اللي كتكون من بعد بعض الاستعمالات. دونك في مجال اللون وهذا سؤال كيحضر بزاف، شنو هو النوع الصباغه اللي غتوافق ولا ما غيكونش عندها اضرار؟ الوغ بالنسبه للحاله ديالها ممكن خاصه مالوغوزمون ما عندناش كيفاش نتكلموا معاها باش نشوفوا اللون اللي اختارت. كنشوفوه بزاف الالوان اللي كتكون داكنه خاصه اللون الاسود. ملي كيكون التلوين باللون الاسود، وهنا غنحضروا النساء على واحد المجموعه ديال الصباغات اللي موجودين في السوق اللي كيكونوا مصنوعين بواحد الماده اللي هي سامه، تعتبر ماده سامه. نفسها كنلقاوها في الحنه الكحله، وكنعرفوا ان في ملي كيجي فصل الصيف كتبدا داك التداول ديال الحنه الكحله في على شكل تطواجات في اليدين وفي الرجلين، وكنشوفوها انها كتجي واحد الحالات من بعد ديال الحروق وديال الانتفاخات، واللي بعض المرات كتستدعي حتى استشفاء وكذلك استعمال مضادات حيويه. الوغ بعض الصباغات اللي مديوره للشعر كتكون فيها هاد الماده بحيث انها كتكون صعيبه شويه على الجلد، كذلك يمكن ليها تعطينا حالات ديال الحروق او تنبال في المكان اللي دارت فيه، بحيث ان كيجي الم في الراس او الليل استعملوها من اجل الحاجبين كذلك كيبان لنا تنبال نوعيه الحساسيه، او من بعد كيكون تلمو مجهده بزاف في المواد اللي فيها حتى كتعطي التقصفات وهذا الشعر اللي متهرس وما بقاش كيطواليطو. الحاله اللي غيمكن ننصحوا بها السيده هو انه الا كانت ديك المنطقه مقصفه بزاف ديال الشعر، من الاحسن انها تخلص بها من التقطع، يعني غتقطعها لانه كتبقى بحال شكل ديال واحد المرض اللي كيبدا غادي وكيطلع حتى كياكل من الشعر. تعالج اكثر بما هو مواد فيها مخلطه بزيوت واللي غتستعملها على شكل حمامات تاع الزيت اللي تخليها في الشعر ديالها قبل ما تغسلو. مثلا دير واحد 6 سوايع قبل ما تغسل الشعر ديالها، ديرو بمعدل 2 مرات في الاسابيع. كذلك الا اختارت شامبوان او لا بالنسبه ليها خاصها ماسك من بعد الشامبوان، ماشي غير ان بخي شامبوان عادي، خاصو يكون لعلاج الشعر المتقصف باش يغيباغيه ويلينو ويعطيه المواد اللي خاصه. ويوميا يمكن لها تدهن شي حاجه اللي غادي تخلي لها لاكيغاتين ديال شعرها ديالها محميه، كذلك محميه من ليزاكريسيون اللي على برا بحال الشمس بحال الدوش بحال الكلور بحال البحر ايتو.
نعم. طيب غادي نمشيو لسؤال اخر هذه المره دكتوره نائله من عند المستمعه الكريمه اللي هي نزهه كتقول شكرا لكم على البرنامج وتحيه كبيره للدكتوره نائله اللي كتفيدنا دائما. انا سيده في العمر ديالي 41 سنه وصلت لسن الامل ومن بعد عندي المشكل ديال الشيب اللي ما كانش عندي نهائيا وكتقول لي الاشاره على انه الام ديالها دابا في العمر ديالها 65 سنه ولا شيبه وحده في الشعر ديالها نهائيا. يعني هي فكرت على انه الجينات راه ما كاينش عامل نهائيا. كتسولك الله يخليك دكتور نائلة كانوا كيتكلموا على واحد المجموعة ديال الفيتامينات اللي كتأخر ظهور الشيب بغيت نعرف واش موجودة على شكل حوقان ونقدر نعملها لشعري. بصراحة هذا الموضوع ديال الشيب هو موضوع حير بزاف ديال العلماء بحيث انه باقي لحد الان ما فهمناش 100% شنو كيوقع شنو اللي كيخلي ان الصبغيات الميلانين كتحيد من الجريبات المسؤوله على ظهور الشعر وعلاش هذا المشكل كيقدر يبان مبكرا عند بعض الناس وعلاش كيتعطل عند واحد ناس اخرين وعلاش الناس ربما ما كيبانش الام ديالها ما كيبانش عندها فعلا. هذا الموضوع اللي مازال محير مازال ما فيهش واحد الفهم 100% ديال ما شنو كيوقع فعلا في هذا الجريب وفي هاد لونيتي ديال الخلايا تاع الصبغيات. اللي كاين هو يعني الاقتراحات اللي كانت تاع العلاجات صراحه ماشي مؤكده انها كتعطي نتائج 100% بحيث انه فعلا كاين بعض الحبوب اللي كيمكن لها تخاد اللي هي مضاده الاكسده داخله في داك الادويه اللي كتكون مضاده الاكسده لان يمكن كاين واحد الفرضيه بان بزاف ديال المواد المؤكسده هي اللي كتخلي هذاك الجريب كيفقد الصبغيه ديالو. كاين كذلك بعض البخاخات وواحد ليغام اللي خرجوا يعني كيأملوا الناس انه ما غيبقاوش الشعر الابيض يبان وحتى الا كان بيض غادي يتلون وغادي يولي يخرج اسود. لحد الان صراحه ما ظهرتش واحد النتائج الاستعمال هادشي. يلاه كنشوفوا في بعض الحالات فاش يلاه كيجيو الناس وباقيين صغار كيقول لك يلاه بدا كيطرطق ليا الشيب في شعري وما عرفتش شنو انا عندي لو ستريس وهذا. الا عطيناهم واحد لاكور تاع الفيتامينات في الاول ولكن مشيت كيولي الشعر شايب بزاف كيقدر يوقف يعني ما غاديش يتلونوا دوك الشيبات اللي ظهروا مي ما غاديش يبقى داك البروسيسوس خدام يعني ما غاديش يجيب الشعر كله. نعم. طيب نمشيو للمساله ديال الشعر والموضوع ديالنا اليوم دكتوره نائله. كنعرفوا على انه الشعر هو حي كيتغدى كيتفاعل ايضا يعني وحتى النتيجه كتبان كتلقى انسان اللي الشعر ديالو فعلا صحي كيف ما كنقولوا قوي ربما ما فيش مشاكل في حين انه كتلقى ناس بمشاكل كثيره وبعض المرات ولا في غالب الاحيان دكتوره نائله بزاف ديال الناس ما كنلقاوش عندهم مشكل واحد في الشعر كتلقاه مثلا عنده القشره عنده تساقط الشعر عنده الشعر ميدم يعني كتلقى مشاكل اللي هي كثيره شنو السبب؟ وفعلا الشعر هو واحد المجموعه اللي فيها كيف ما شرتي فيها الشعره وفيها كذلك جلده ديال الشعر اللي كتلعب دور مهم بزاف. اليوم هذه الحلقات ان شاء الله اللي غتكون مفتوحه على الشعر نتكلموا على تاع الامراض يعني ماشي نبقاو غير في مواد جميله كيف ما شرتي القشره كاين بزاف الامراض اللي كيمكن ليها تصيب او لا يمكن عند نفس الشخص غنلقاو بزاف الحاجات. علاش فاش كيبان لينا بانه كيصعب نعالجوا راسنا بوحدنا او لا الا انتظرنا هذاك المشكل ما غيمشيش بوحدو من الاحسن نتوجهوا للطبيب متخصص في الامراض الجلديه باش يكون عندنا واحد التشخيص للمرض اللي كاين في الشعر مثلا. ذكرتي قضيه ديال القشره. القشره تقدر تكون عاديه كاين ناس كتكون فيهم واحد القشره اللي هي الا كتبان كتظهر لهم في شعرهم الا مثلا ما غسلوش الشعر ديالهم يعني كاينه مثلا لفاتوا واحد اسبوع غتبدا تبان القشره بحكم انها عباره عن افرازات ديال الجلده ديال الشعر. دونك الناس الا غسلتي شعرك ما غاديش تبقى تبان. كاين القشره اللي كتكون مشكل يعني ماشي غير شي حاجه عاديه ولكن هو مشكل صحي كيصيب الجلده ديال الشعر. الوغ تقدر تكون واحد القشره رقيقه ناشفه أو لم يدمى. أغلبية الحالات فاش كنشوفوا القشرة كتكون ميدمة هو اللي كنتكلمنا عليها في بزاف الحلقات وضروري غنبقاو دائما نجبدوها ودائما الناس كيسولونا عليها لأنها واحد المرض اللي كثير اللي كيصيب تقريبا حتى 5% ديال الناس وهو لا ديغميت سيبوغييك أو لا التهاب الدهني للجلد. هو عبارة عن احمرار كيكون في الجلدة ديال الشعر خاصة زائد واحد القشرة اللي كتكون ميدمة. بعض المرات كيكون باين غير القدام في الدورة ديال الودنين حدا الحجبان حدا النيف بعض المرات اخرى كيبان لنا حتى في الصدر او لا في الظهر اللي كيبقى يمشي ويجي. كنشوفوه في الفصول البارده بزاف كنشوفوه فاش كيكون واحد الضغط نفسي من ناحيه العمل او لا من ناحيه مشاكل او لا من ناحيه قله النوم. دونك هاد لا ديغميت سيبوغييك موجوده بواحد الصوره كثيره وكتبدا كتظهر تقريبا في سن تاع 17 18 عام يعني في داك السن كيولي فيه لو ستريس كتكون فيه دراسه خصنا جهد فيها بزاف. نعم.
وكيبقى يمشي ويجي. بعض الناس فريمون كيعانيو يوميا وكيبقى الحل الوحيد عندهم هو انهم يغسلوا شعرهم كل نهار، واخا حنا كنقولوا راه ماكسيموم ثلاثه المرات، بحال هاد الناس بنات ولا ولاد الا ما غسلتش شعرها يوميا غتبقى دائما ديك القشره. وهناك علاش كتكون قشره ومعها حكه ومعها واحد ديرونجمون استيتيك، دائما الحوايج عامرين بحال حيت شرنا في الاول ان القشره عندها واحد العامل ان بحال الواحد ما غسلش شعره، يعني بحال قليل النظافه. الوغ هنا نقترحوا على هاد الناس انهم يغسلوا نهار بواحد لو شامبو اللي غيحيد لهم ديك القشره اللي كتكون ميدمه، ونهار بواحد لو شامبو عادي خفيف اللي ما غيضرهمش، اللي غير غيغسلوا به الشعر ديالهم بلا ما يضرهم. الوغ القشره بعض المرات كتكون اكثر من ذلك بحال في مرض الصدفيه. كنعرفوا ان الصدفيه هو مرض كثير وشائع وكيقدر يجي في جلدات الراس وكيقدر يكون في اطراف اخرى ديال الجسد. الوغ هنا القشره ديالو كتكون ان بو سبيسيال، ما غاديش يكفي فيها غير مثلا شامبوانات، كيكونوا علاجات اخرى فيهم ماده الكورتيكويد كذلك. غالبا الناس اللي فيهم صدفيه كيكونوا عندهم واحد الملف مع الطبيب المتخصص في الامراض الجلديه، لان عارفين بان المرض ديالهم مزمن، وملي كيبان لهم ان ديك القشره ماشي طبيعيه غليظه بزاف ما مشاتش ليهم غير بالادوات اللي عندهم في اليد ديالهم، كيمشيو داك الساعه باش ياخذوا علاج اكثر دقه بالنسبه لهذا النوع ديال القشره. واخا نستقبل المكالمات ديال المستمعين الكرام على 0522 46 72 50 51 او 52 او 0522 88 00 60 61 او 62. غادي نستقبلوا في مكالمه معنا خديجه على الخط من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك خديجه. بارك الله فيك. تفضلي خديجه، اهلا وسهلا. شكرا بزاف اختي، وسمحوا لي عاد نتوتر حيت اول مره كنتسافر. ان شاء الله ما تكونش اخر مره، ما كاينش علاش يكون توتر. مرحبا بك خديجه، شنو هو المشكل ديالك؟ المشكله عندي انا عندي قشره في الشعر بزاف. ملي كندوش مثلا ندوش في الليل لغد لي كتصبح عندي قشره بالطروفه والجلده ديال شعري كتحمر بزاف، كنبقى نحك بزاف. واخا شحال في العمر ديالك خديجه؟ 25 سنة. نعم تفضلي دكتور الى شي سؤال لي. هو دائما في الموضوع فين كنا كنهضروا دوك القشره دوك بالنسبه لهذاك يلاه كتكون غسلات وكتبان لي هذا يعني ربما غير ساعات من بعد الغسيل يعني غادي خصها علاج، باسكو لانه اكيد ان الشامبون بوحدو ما غاديش يكفى. دونك هنا العلاجات كتكون مضادات القشره على حسب اللي تكلمنا على حسب لوريجين ديالها. يقدر تكون قشره ديال لا ديرميت ديال الصدفيه اولا ديال الاكزيما. دونك هادو كلهم حالات اللي يقدروا يبانوا في الفروه ديال الراس على شكل قشره. واكيد ان في بعض الحالات كنخليو واحد العلاج لي دونتروتيا يعني باش نحافظوا على ديك النتيجه اللي وصلنا لها، حيت بزاف الناس مالوغوزمون كيديروا العلاج ديالهم كتعطيهم نتيجه اون فوا كيحبسوا كتعاود ترجع المساله مره اخرى. ممكن بزاف الامراض المزمنه في الجلد اللي كتحتاج منا اننا نخليو واحد العلاج اللي نحافظوا على النتيجه اللي وصلنا لها. نعم دكتور نائلة، ربما كاين الناس اللي كنلاحظوا كيف ما تكلمت خديجه قالت هي عندها القشره تقريبا كتبان هكذاك طروفه. يعني كاين الناس اللي كتكون القشره عندهم غليظه ولا سميكه، وكاين الناس اللي كتكون عندهم قشره رقيقه. شنو الفرق يعني؟ علاش كتبان عند هاد الناس بهذا الشكل وناس اخرين بشكل اخر؟ على حسب النوع ديالها، على حسب النوع. مثلا الا كانت رقيقه غالبا ما كتكون بون ناتجه على فطريات او لا ناتجه على انكزيما مثلا. اللي كتكون غليظه وقاصحه ولاصقه بزاف بحال طبقه طبقه، غالبا سي مواضيع ديال اما موضوع الصدفيه او لا واحد لاباغاكيغاتوس هي كتبان قاصحه هكذاك، او لا بعض الامراض. اكيد حنا اليوم دائما في الحلقات كنتكلموا على الامراض الاكثر يعني الشائعه بزاف، ولكن كاين امراض اخرى اللي تقدر تبان في جلده الراس ولكن ما عندهاش هاد الاسباب اللي كنتعرفوا عليها. مثلا اسباب اخرى مثلا امراض المناعه الذاتيه، كاين مرض ديال الساركويدوز، كاين مرض الليبوس اللي كيقدر يبان غير في جلده الراس واللي غيبان على شكل واحد القشره غليظه بزاف، ومن بعد فاش كتحيد تقدر تخلي في بلاصه بحال محفره او مضغطه. كاين مرض مثلا امراض اخرى يعني اللي اكثر يعني قليله ولكن كنفكروا فيها. وغالبا هاد الامراض كان يعني كيتم التشخيص ديالها في العياده ملي كناخذوا واحد العينه وكنحللوها باش كنعرفوا النوعيه ديالها. نعم من بعد خديجه هاد المره في مكالمه اخرى معنا ام مروه على الخط هاد المره من جديده. مرحبا بك ام مروه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بغيت نشكركم بعد على هاد البرامج اللي كديروا لينا، كنشكر اذاعه مد راديو كامله. مرحبا بك ام مروه. انا من المدمنين على اذاعه مد راديو. مرحبا بك، اهلا وسهلا. بغيت نسول غير الدكتوره، عندي واحد البنيته عندها 5 اون والقدام ديما الشعر ديما القدام ديال شعرها عندها قشره رقيقه، وخا كدير الحمام كيبقاو ليها هذوك الجذور ديال الشعر بحال فيهم بحال الحبيبات. والبنيه عندك عندها البشره ناشفه؟
شويه عندها البشره هاديه. وشحال عندها من عام؟ عندها 5 عام. وي وشعرها بطيء النمو. ما كيطولش بالسرعه، هو ناشف شويه. وي وي وي. وما عرفتش دابا شنو ندير ليها مع بدلت لها الشامبوانات، كل مره كيبدل كنبدل لها الشامبوان تيقول لي ديري لها الشامبوان ديري لها الشامبوان. وما عندهاش اماكن فارغه ما فيها الشعر؟ لا لا، هي شعرها خفيف غير خفيف. خفيف يعني ما قويش وبطيء النمو. وفي الصحه ديالها؟ وفي الصحه ديالها كتبان لك عاديه ولا كتبان لك ضعيفه النمو ديالها كله ماشي غير على الشعر؟ لا عاديه، عاديه في النمو ديالها. عادي النمو ديالها، عندها المشكلة غير في الشعر، وهذوك الحبيبات اللي عندها كلهم دايرين لها غير بالدورة ديال من تحت الودنين. وي وي بحال ناشفين ناشفين واعي ناشفين. واخا العفو ام روى، شكرا لك تواصلتي معنا من جديده. تفضلي دكتور نعيم. الوغ فعلا كاين هذا المشكل كنشوفوا عند وليدات الصغار، لان دائما كنا كنقولوا بان في هذا سن الطفوله كتكون بزاف تاع النشوفيه، وكاين الاطفال اللي هكا بغات تقصد بان على منين كتخرج الشعره كتكون قاصحه، يعني بحال كاين حبيبات رقيقه كتحس بهم في جلدات الشعر. غالبا كتكون ناتجه على النشوفيه، يعني بحال هاد ليكا خاصها شامبوان اللي يكون ميدم واحد شويه، خاصها الدهن بشي حاجه اللي غتناسب الشعر ديالها. الا كان الشعر ديالها فريمون قليل او لا، يعني كاين ناس عادي غيكون شعرهم هكذاك وكيقدر يتبدل في ما قبل المراهقه او كذلك في سن المراهقه. كاين اللي كيكون تساقط الشعر، هنا كتكون اون اوكازيون، بعض المرات كيكون فقر الدم، بعض المرات كتكون امور خاصها تعالج، يعني استعمال شي حاجه اللي ماشي هي هذيك او لا. نعم نمشيو هاد المره من بعد ام مروه في مكالمه اخرى نستقبلوا معنا هاد المره زهره على الخط من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك زهره. صباح الخير لاله. صباح النور. لاباس عليكم؟ الحمد لله زهره. كنشكركم على هذا البرنامج. العفو مرحبا. رائع والمتالق دائما ان شاء الله. وكنتمنى الدكتوره. شكرا جزيلا. شكرا لك الزهره، مرحبا بك. ديما نهار الاربعاء منورينا الدكتوره ديالنا. شكرا جزيلا الزهره، اهلا وسهلا. كنت نسول الدكتوره، عندي واحد بنيتها عندها ديزون. اييه. عندها الشي في شعرها. اختي وكنديها شحال مره ديتها عند بيدياتر عند ديرماتو تيعطيوني غير فيتامين مي. عندها بزاف ماشي شويه. دابا هي مسكينه، هي مقبله هذاك الشيء، وخا الدراري في المدرسه تيقولوا لها فك الشيء فك الشيء، انا اللي معقده من جهه بنتي. نعم. وانتم عندكم حالات شيء اللي مبكره؟ عندها عمامها. عمامها. باش امها هي بيضاء وشعرها كحل كيبان بزاف. كيبان. نعم. بغيت غير شي حاجه اللي توقف ليها ولا ما تبقاش يتكاثر عندها من هنايا ان شاء الله 20 ولا 21 ولا عرفتي. والله الا كنسوفري من جهه بنتي والله. نعم نعم. واخا الزهره ان شاء الله تجاوب الدكتور نائلة. برا راه ماشي لبرا تيقول لي ما عندناش العلاج لهذا الشيء. فهمت. هما بقاو ملوعين في هذا الشيء. نعم. واخا الزهره ان شاء الله تجاوب على سؤالك دكتوره نائله. وخير التدخل ديالها في الاول كان واضح وقالت باللي اليوم كلشي الدراسات والابحاث مازال بعدا ما عرفوش شنو السبب اللي كيعطي هذه المساله. دابا الزهره كتكلم على بنتها اللي عندها 10 سنين، وشوف المعاناه ديال الام كتفكر ملي غتوصل ل 20 سنه. قالت باللي هي دابا عندها حاله كتبان كثيره ديال الشيب الشعر ديالها. البنيته متقبله، ما كاينش مشكل، المشكل عند الام. اذا خصنا نعالجوا هذا المشكل عند الام، يعني غتقبلوا اكثر، لان الا بقات هكا غادي تعيش في مشاكل ومشات حتى ليترونجي وقال لا ما كاينش حل. اذا علاش غتبقى تعذب راسها او تبحث على شي حاجه اللي ما غاديش تكون؟ 10 سنين وهي ما عندهاش مشكل فيه، وشخصيتها الحمد لله متوازنه وما عندهاش غرض في الهضره اللي كيقولوا الناس. دونك سي بيان، يعني غنحاول نشوف فيها المسائل اللي عندها واللي زوينه في الشخصيه ديالها وتقوي هذه النقطه عند البنيته انها كتقبل. الا وصلت ل 20 عام كاين بزاف البنات عندهم 20 عام وعندهم الشيب، ديك الساعه هضره اخرى. دونك كاين الحمد لله، الا ما كاينش حلول باش نحبسوا الشيب كاين حلول باش نغطيوه. دونك يا اما عن طريق دي صباغات او لا عن طريق دابا كاينين بخاخات فيهم اللون اللي كيداروا بحال ماكياج ديال الشعر الابيض اللي ساهلين اللي ولاو كاموفلي كاموفلي وداك الساعه. الا كان وعاود غادي نشوف بان يعني غنبقى نتقبل هذه المساله. كاين مثلا كنشوفوا في ليترونجي كيعيشوا بشعرهم شايب كله بالعكس، وكيجي واحد نوع تاع الموضه ويعني كل شيء على ثقه في النفس وعلى تقبل بعض الاشياء اللي ما عندهاش حلول. فعلا. واليوم دكتور نائلة لاحظتي حتى في لا طوندونس دابا ديال النجمات، راه كتلاحظي اللون الصباغه اللي كيدير يديروا كيميل اللون ديال الشيب دابا. كلهم واحد الرمادي كيميل الابيض. نعم. غادي نرجعوا دائما ونتكلموا على المساله ديال الشعر دكتوره نائله. واخا نرجعوا للمساله اللي مأرقه بزاف ديال الناس، هو تساقط الشعر.
تساقط الشعر والموضوع اللي ما غادي نشوفوه في جميع المراحل تاع الحياه. يعني كنقدروا يمكن الاطفال اللي ما كنشوفوش بزاف غير لا في بعض الحياه، مي غير كتبدا المراهقه وكيبدا هذا المشكل تساقط الشعر. تساقط الشعر عنده بزاف الاسباب، راه ما كاينش غير سبب واحد، لذلك ما كايناش ديك الخلطه السحريه اللي غتقضي في كاع الناس. موضوع يعني باختصار، اولا كيبغي الوقت، خاصه الا كان تساقط الشعر مزمن، راه ما كاينش يعني علاج في شهر ولا في شهرين ولا في 3 شهور، اكثر من ذلك. خاصنا نعرفوا الاسباب، يعني باش نعرفوا الاسباب خاص تكون واحد الحوار متدقق مع الشخص اللي عنده تساقط الشعر، باش نعرفوا اين مرحله في الحياه ديالو، شنو هو الاستعمال تاع الادويه اللي كياخذ، واش كاين حبوب منع الحمل بالنسبه للنساء، واش مثلا عاد حملات اولا كانت عندها فوسكوش اولا عاد ولدات اولا كترضع. مهم هاد المسائل كلها، شنو هي الامراض اللي كنعالجوا عليها، واش كاين حالات كتشبه ليها في العائله، يعني فريمون خاص بزاف تاع الاسئله لهذا الشخص اللي عنده هذا المشكل. عاد التساقط امتى بدا وكيفاش بدا، واش بدا من بعد مثلا واحد التلوين، ولا من بعد واحد ترطيب ديال الشعر، اولا من بعد واحد الفصل مثلا اللي كانوا فيه لي زاغريسيون بزاف. دونك وعاد كيكون داك التقليبه ديال الشعره، بيان سور كنشوفوا الشعره كيفاش دايره، كاين لو ديرموسكوب هو كيعاوننا باش كنشوفوا اي مرحله في التساقط كاين الشعر، جلده الراس واش كتبان لنا مريضه اولا 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 صحيحه. دونك هادو كلهم باش في الاخير اما غادي نساليو يعني هاد الحصه بواحد العلاج غادي تعطى لهذا الشخص، اولا غنساليو بمجموعه تاع التحاليل تاع الدم اللي غتشوف لينا اشنو كاين عاوتاني لداخل. وهنا غادي نشيروا مثلا لا كارونسون فيغ اولا نقص في الحديد اللي كيعطي هو تساقط الشعر. امراض الغده تقريبا كلها كتعطينا تساقط الشعر. الامراض المناعه الذاتيه مثلا لو لوبوس بارمي الذئبيه الحمراء، لي كريتير تاع لو ديغنوستيك ديالو هو تساقط الشعر. دونك كاين بزاف الامراض اللي يمكن لها تعطينا هكا، كاين بزاف الادويه اللي يمكن لها هي تعطينا تساقط الشعر، كاين انواع تاع حبوب الحمل كتعطي تساقط الشعر. وفي الاخير بيان سور غادي نصنفوا تساقط اما عام في الشعر كله يعني وحاد، غادي يكونوا له علاجات، فيتامينات، بخاخات كتوقف التساقط. الا كان مزمن الوغ هنا في المزمن يا اما غيكون هرموني، وهي ديك الحاله اللي كنشوفوا فيها بزاف البنات والولاد اللي كيخويو لهم شعرهم من القدام وكيبدا كيقلال وكيتدفع وتا كيوصل مثلا حالة الصلع عند الرجال أو عند البنات ذاك الشعر الخاوي اللي عنده كذلك بزاف الأعراض هرمونية، يعني إما الشعر زائد في الجسم أو لا حبوب حب شباب أو لا مشاكل في الدورة الشهرية. والعلاجات بيان سور علاجات اللي كتاخذ شوية الوقت ما بين 3 شهور حتى 6 شهور، كتقدر تكون فيها حبوب هرمونات بخاخات، في بعض الحالات كنعاونوا بما هو فيتامينات بحال لا ميزوثيرابي اللي كتعطينا بعدها كتحبس لنا لا شوت وكتغير الشكل ديال الشعره. بعض المرات كنلجؤوا للبي ار بي، كنعرفوا داك لي بلاكيت اللي كذلك كيتحقنوا ملي كيتخلطوا لواحد الانواع تاع المواد محفزه باش تعطي الماكسيموم ليها. دونك هادو كذلك تقنيات، لذلك راه سقوط الشعر الى شفنا يقدر يكون عادي بانال، يعني عنده علاقه بالفصل كيف ما كيقدر عنده اسباب اللي تقدر تكون خارجيه او كذلك داخليه. نعم دكتوره نائله، النقطه ديال زراعه الشعر اللي اليوم لاحظنا راه ولا ليها اقبال بزاف، ولينا كنشوفوا بزاف ديال المراكز اللي كتحل مثلا ولا كدير الافتتاح ديالها وكدير التسويق لهذا المساله ديال زراعه الشعر. انا اليوم بغيت نوقف معاك عند النقطه ديال ربما بزاف ديال الناس باقيين خاطئين، هو الشعر اللي كيتزرع واش كيبقى معنا مدى الحياه او لا؟ لا حيت هذا السؤال مازال كيتطرح اليوم، دراسات كثيره كتاكد على انه مثلا راه هو عنده مده صلاحيه. بغينا نسمعوا اليوم جواب من عند اخصائيه، الشعر لما كيتم الزراعه ديالو نعم واش كيبقى معنا دائما او لا؟ لا ما يمكنش، ما غيبقى، ما غاديش يقدر يبقى معنا دائما. الوغ زراعه الشعر يا اما كاين دابا زراعه الشعر اللي كنسمعوها واللي كيف ما شرتي مراكز هي ديال الشعر ديالنا. الناس عاود خصهم يفهموا واحد المساله، الا ما بقاش الشعر راه ما عندهمش قابليه باش غيزرعوه. دابا حيت كاين دي بيرسون كيجيوك ما بقاش عندهم الشعر حتى اللور وكتسول على كيف بغات تزرع الشعر. الو دابور زراعه الشعر خص يكون الشعر عند لا بيرسون اللي غيتهز من واحد المناطق وغادي دار. زراعه الشعر دابا ولات كتشمل الفروه ديال الشعر ديال الراس، كذلك زراعه الحاجبين اولا لي سورسي اللي ولينا كنشوفو حتى هي كتدار. كاينه الزراعه ديال لا باغب عند الرجال، اللحيه. دونك مجموعه الانواع الزراعات اللي ولات كدار بواحد الطريقه تجميليه واللي بطريقه كثيره بزاف. الو دونك واش غادي يبقى دائما؟
كنشوفوا بان مثلا في الناس اللي عندهم مشاكل هرمونيه يعني خصهم ضروري يبقاو يديروا واحد حصص ديال لونتروتيان اما بالبي ار بي او لا كيبقاو يستعملوا علاجات من بعد باش يبقى داك الشعر في المنطقه، لان السبب ماشي هو الشعر ولا هي الجلده اللي محيطه بالشعر، هي اللي كيكون فيها واحد المواد طالعه اللي كتخلي ان الزغبه كتموت وكتصغر ومن بعد كتطيح. كاينه الزراعه الاخرى كذلك ديال لي دي 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 شوفو اللي ماشي ديالنا دايوغ كتدار كتسمى البيوفيبر، كدار عند الناس اللي مثلا ما عندهمش الشعر من راسهم دوك ما عندهمش منين يجيبوه، دوك كاين واحد الشعر كيدار كيتزرع عليهم بواحد الطريقه بحال زراعه الشعر العادي. ما كتدارش في الناس هذاك الشعر عاده شنو المصدر ديالو؟ هو شعر، هو شعر من شخص من شخص من شخص اخر كيتدار بواحد الطريقه باردون نو في الياف الصناعي مخلط ماشي 100% ديال الشعر ديالك كيكون مخلط، كيكون مخلط غير ما كيدارش الناس اللي عندهم امراض المناعه الذاتيه، لانه كيكون عندهم التهابات ويقدر هذا الشيء يخلق لهم، لان هاد الناس ما كيديروش بزاف المسائل بحال مثلا ما كيديروش حق لاسيد هيالورونيك او لي فيلاغ في الوجه ديالهم، حيت كاين احتمال تظهر لهم التهابات في المناطق اللي زرعوها اللي داروا فيها مثلا دوك. تقريبا هاد الناس ما كيديروش بزاف المسائل، منها مثلا هاد الزراعه ديال هاد الشعر اللي كيكون شعر اصطناعي، هذا توا عنده واحد مده صلاحيه وكيمشي، غير كيحل مشكل الناس اللي مثلا ما عندهمش حتى شي زغبه في شعرهم او مناطق تحرقات ليهم او لاسباب ما، وكذلك كيزرعوا بهم حتى الحاجبين مثلا. نعم نمشيو لنقطة أخرى أيضا دكتور نائلة، دائما في المسألة ديال الشعر هما الناس اللي كيخضعوا العلاجات الحصص ديال العلاج الكيميائي، كنعرفوا على أنه من ضمن المضاعفات اللي كتبان عندهم غالبا هو المسألة ديال تساقط الشعر، الشفار ما كيبقاوش عندهم، الحجبان ما كيبقاوش عندهم أيضا، وبزاف ديال الناس ربما كيسولوا كنتكلموا على الكاموفلاج وهادشي في واحد المرحلة، ولكن لما الإنسان كيوقف العلاج الحمد لله كيكمل الحصص ديالو كيتشافى، واش كاين علاجات على مستوى مثلا الشعر يعني فيما هو تجميلي ممكن كيخضع ليها باش كتحفز النمو ديال الشعر بسرعه؟ وي كنقولوا انسان اللي تشافى فعلا كمل الحصص، كمل الحصص ديالو يعني تشافى، ما غاديش نقدروا نتكلموا على الشفاء لانه يكون يلاه سال الحصص ديالو، ولكن تنبؤوا ليه الاطباء بان كل شيء داز مزيان ومازال غادي يخضع لدوك العلاجات ديال الكونترول. سي فغي قبل كانوا واحد الاشياء تستعملت في الوقيته اللي كيكون الانسان كيدير هذاك العلاج الكيماوي، بحال كنا كنتكلموا على داك لي كاسك اللي باردين اللي كيبردوا وحتى هما فينالمون ما عطاوش واحد النتيجه، كانت واحد الزيوت كتروج بانها كتحافظ على الشعر باش ما يطيحش. دوك من دابا كنظن ان المساله ولات واضحه، يعني الشعر الا غادي يطيح ناتج على المواد الكيماويه او لا شيميوثيرابي غادي يطيح، غادي يطيح غادي يبقى من بعد بيان سور هاد الناس غادي نعطيهم علاجات اللي ما غضرهمش، مثلا كتكون يلاه مثلا خرجوا من لا شيميو باقا المعده ديالهم مريضه، تحاليل الكبده يمكن كانت ماشي هي هذيك او الدم كان ناقص، غنحاولوا ناكدوا على ما هو اساسي، يعني كان فقر الدم مثلا غنعالجوا فقر الدم، مواد ناقصه غنعالجوها، وما هو موضعي غادي نديروا بواحد الطريقه موضعيه، يعني وكيجيو ناس في هذه المرحله باش يطولوا شعرهم بسرعه ويخرج بواحد الطريقه مزيانه، وكنبقاو منحصرين على ما هو موضعي بلا ما نعطيو، لان كيكونوا عياو شويه من الادويه وكيحافظوا على ما هو صحي. مي موضعيا كاين بزاف ديال المسائل اللي كيمكن لها الدار في هذه المرحله اللي غادي تخلي بان الشعر غادي يطول بواحد الطريقه اسرع. نعم نمشيو دائما نتواصلوا مع المستمعين الكرام، وشكرا لك على كل هالتوضيحات اللي انا مهمه بزاف دكتوره نائله. نتواصلوا هاد المره في مكالمه معنا مع مريم على الخط من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك مريم. صباح الخير عليكم. صباح النور. كيف دايره لاباس عليكم؟ الحمد لله مريم. كنشكركم بزاف على هاد البرامج الهادفه ديالكم واللي كنستافدوا منها بزاف. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا مريم. بارك الله فيك، الله يخليك. بغيت نسول دكتوره نائله. صباح الخير دكتور. صباح النور لالا. الله يخليك، انا عندي ثلاثه المشاكل. اول مشكل هو ان المدينه اللي انا ساكنه فيها الممالح. وكيطيح لي شعري من قدام وتقريبا حتى من لو، يعني كله كيطيح غير من القدام خواليه بزاف، وناض لي الحبوب حبات ماشي كله ولا فيه الحبوب. وهذا وما بقيتش يوم كان بقيت ملي كنحكو كيدوز ليا بالدم، ما عرفتش فين كاين المشكل. هذا الشيء من شحال هذه؟ من شحال هذه ولا عاد؟ شي شهرين. ايوا. اما التساقط عندي من نهار من شحال هذه؟ وي من شحال هذه. وكنتي كديري استعمالات بحال خلطات طبيعيه بحال زيوت على ود التساقط؟ لا ما كندير حتى شي حاجه لشعري. والحكه كثيره قلتي بزاف زائد الحبوب. لا دابا ما بقيتش كنحكو لحقاش كيخفتو لي بقى يدوز لي بالدم بزاف، وليت كنتفادى ما نحكش.
وي الوغ من الاحسن بحال هاد المسائل اللي فيها الحكه وزائد دم زائد حبوب، يعني من الاحسن انك تشوفي طبيب واخا يعني ماشي ولا بد الا ما كانش طبيب متخصص في الامراض الجلديه في المدينه ديالك، طبيب عام، لان تقدر تكون واحد الكسيمه في الشعر. ولكن سمحي لي مريم، انت كتكلمي معنا من مدينه الدار البيضاء؟ لا انا اصلي من الدار البيضاء. اذا اش من مدينه انت دابا؟ أنا ساكنة في زاكورة. أيه في زاكورة. كاين أطباء الجلد، ما كنظن كاين مستشفى، كاين أطباء الجلد، علاش حيت فاش كيولي مثلا الحبوب والدم وهذا ما يمكنش خصك بعدا تعالج هذا المشكل، يقدر يكون حكة كثيرة بزاف غادي نقدروا نفكروا واخا هي كبيرة، حتى مثلا في الاحتمال ديال القمل والصيبان لي بو إلي لونت ولينا كنشوفوه، ما كنحشموش من هذا الموضوع، كنشوفوه بزاف يعني في العيادة، كنشوفوا نساء جايين على ود تساقط الشعر وفي تقلب في الفحص كيبان لك ديرونت، كتسولها واش عندك وليدات صغار في الدار، ايه واش تنات عاديت يعني مابقاش هادشي كيشوكي. ممكن غنفكر في الحاجه، سورتو الا كانت الحكه كثيره بزاف هذه المساله، الا كان بالحبوب وبالدم ممكن انا شي حاجه ما وافقتهاش مثلا شامبوانات او لا خلطات، الحمد لله هي ما كداش خلطات طبيعيه، حيت كنشوفوا هاد المسائل الا كانت خلطات اغريسيف او لا صباغات، تكلمتي على الصباغه في الاول، بعض المرات كتعطي واحد الرياكسيون من بعد قضيه ديال نحيدوا ما هو يعني كونتاكت وما هو شي حاجه حرقات الجلده ديالنا، وتعالج المساله يعني عن طريق محاليل، حبوب ضد الحكه على حسب لوريجين، كان تعفن كنعطيو ميم دي زونتيبيوتيك مضادات حيويه الا بان لنا داك الحبوب كيكون مقيح مثلا، وديك الساعه العلاج ديال تساقط الشعر سورتو خو من القدام هو اللي تكلمنا عليه، تساقط اللي كيكون مزمن وهرموني واللي كنشوفوه بزاف في المغرب بحكم النوع ديالنا، يعني من لا ميديتيراني عندنا هذا المشكل تاع تساقط وهذا الخلل الهرموني اللي فيه ماده لا تستوستيرون اللي كتقدر تكون طالعه في الدم او لا طالعه غير في بعض المراكز يعني في الشعر، وطالعه في الغده اللي كتكون مسؤولة على حب الشباب. نعم، شنو نصيحتك دكتور نائلة وتكلمات مثلا مريم على بعض المناطق اللي كيكون الماء مثلا مالح، أو الناس اللي عندهم مثلا كيغسلوا شعرهم غير بالماء ديال البير أو مثلا الماء ديال الواد أو لا، فشنو نصيحتك لهاد الناس؟ هاد الناس على حسب الإمكانيات ديالهم، يمكن لهم يستعملوا واحد الزيوت اللي ما تكونش فيها حتى الملحة قبل مثلا، قد يستعمل الزيوت نحاولوا ما نخليوهاش، يروح حمام زيت قبل ما يغسلوا شعرهم. قبل ما يغسلوا يعني ما يفوتوش واحد ثلاثة سوايع، ماشي يبقاو به يوميا، كنشوفوا العكس، كنشوفوا ناس جست من بعد الحمام كيكون شعرهم مازال فاسق كيعمروه بالزيت بزاف، هذه ماشي طريقه مزيانه لانك تزيد تخلي الشعر يتساقط. حمام الزيت يدار قبل، يعني غير الزيوت ما تكونش فيها الملحه. من بعد لو شامبو اللي غنغسلوا به يحاول يكون ملين شويه، يعني ماشي كينشف بزاف، كوش وحده الشامبو كافيه، استعمال ديال ثلاثه اربعه لي كوش باش ننقي بزاف. اذا نديروا شامبو مره واحده، شامبو واحد كنشوفوه كثير عند الناس اللي كيغسلوا شعرهم غير مره في الاسبوع، دونك كتبقى دير ثلاثه اربعه لي كوش دو شامبو باش تغاتخابي داك الايامات اللي ما غسلتش، ماشي طريقه سليمه. جوج مرات في الاسبوع، ثلاثه المرات في الاسبوع، بعض المرات هي يوميا في بعض الحالات، بحال دابا الناس اللي عندهم شعرهم يدم بزاف كتزيد لواحد الدرجه حتى ان الزيت كيهبط لهم على جبهتهم وكيعطيهم حبوب او لا كيعطيهم واحد الرائحه في الشعر ديالهم. هذا ضروري خصها يغسل شعرو يوميا يوميا، ماشي مشكل، غير بيان سور غادي يكون بواحد لي شامبوان اللي مديورين كلشي خفيف يوميا. واحد كيكون خفيف، بعض المرات معدني ما فيش مواد كيماويه بزاف، والاخر كيكون على حسب لو بوزوان، اما تاع القشره او اللي غينظم الافرازات ديال اليدام او اللي غادي يحبس لنا التساقط الا كان تساقط. نعم، نمشيو دائما وتواصلنا مع المستمعين الكرام هذه المره من بعد مريم في مكالمه اخرى، غادي نستقبلوا معنا فاطمه على الخط من ورزازات. مرحبا بك فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم على هذا البرنامج بزاف. العفو فاطمه، مرحبا بك. انت وديك الدكتوره اللي معك، شكرا بزاف. العفو فاطمه، مرحبا. شكرا. عافاك، عندي الشعر طيح ليا بزاف، في الاول كان شعري تبارك الله طويل وسميتو غليظ وكحل، ودابا ولا ضعيف وتكسر دغيا، وملي تنحيد الزيت حاجه كلها الباندا تيمشي معها بزاف الشعر. شحال عندك من عام؟ عندي فاطمة شحال عندك من عام؟ لو كنسمعوك فاطمة، كنسمعوك. سميتو الحبوب ديال منع الحمل قطعتو عام هذا. سولاتك دكتورة نائلة فاطمة شحال عندك من عام؟ شحال في عمرك؟ 33 سنة. اي ما شاء الله. وشحال الوليدات عندك فاطمة؟ عندي ثلاثة. ثلاثة.
ودابا انت ما كترضعيش؟ لا ما كنرضعش حتى اسميتو الحبوب ديال المنع العام قطعته. قطعتيه دابا؟ هذا باش قطعته. عام. الوغ في هذه الحالات كنشوفوها بزاف، هو النساء اللي يبداو يعني يولدوا واحد جوج ثلاثه في الولاده، يعني الحمل كتكون شعر مزيان في الرضاعه كيبدا النتيجه كتعجبهم النتيجه ما كتعرفش بلي هذاك راه ماشي شعرها راه ما غيبقاش معاك غير كتبدا كترضع وقد ما طوالت المده تاع الرضاعه كيمشي، زائد حبوب منع الحمل اللي كتستعمل في الوقت ديال الرضاعه حتى هي كعندها واحد الاضرار اللي خاصهم يتحملوها، باسكو في الرضاعه ما عندهاش حل الا انها تاخذ هذوك الحبوب، اولا في بعض الحالات كدير اللولب اللي كيكون ميكانيكي لان مزيان. الوغ دوك هذا ثلاثه الولادات متابعين الرضاعه ديالهم ايتو، اكيد لاحظت ان الشعر كيتغير بواحد الصوره كثيره، يمكن له يرجع. دوك هذا هو الجواب اللي غيمكن لنا نقول له، ان الشعر كيرجع الا درنا العلاجات في الوقت ديالها، الا ما خليناش عاود احتاجت 40 عام، لان في 40 عام كنعرفوا كلنا وخصنا نتقبلوا هذه المساله، ان الدراسات بينات بان تقريبا النساء كيمشي لهم الفروه ديال لا دونسيتي ديالهم الشعر يعني السمك ديال الشعر تقريبا واحد 50% بلي ما كيكون لا علاج لا مراقبه لا حتى شي حاجه. دونك من الاحسن هي لان عندها سقوط شعر اللي كتكلم عليه كثير وتهرس وتبدل في الشعره ديالو، كنلاحظوا هاد المسائل ملي كيولي تساقط كثير بزاف، حتى الشعره ما كتبقاش سميكه ما كتبقاش رطبه كيف ما الاول، كتبدل كتولي الكتريك. دونك يمكن لها انها تغاتغابي دير علاجات حبوب منع الحمل حبساتهم سي بيان، وعلاجات غدار موضعيه على فيتامينات اللي غدير واحد المده، يعني ما غنتكلموش على العلاجات الاولى او نتائج اوليه الا ما دارتش واحد 3 شهور العلاج او اكثر باش يبان النتيجه مزيان. نعم تكلمتي على واحد المعلومه مهمه بزاف دكتور نيلة، انه في 40 سنه مثلا كتشير الدراسات والابحاث والتجارب كتاكد باللي السيده كيف ما قلتي السمك ديال الشعر ديالها يعني ديك القوه اللي كتكون كتمشي مثلا من 50% ما كانش علاجات. كاينه واحد المساله كنلاحظوها من 40 سنه للفوق، بزاف ديال السيدات كيبداو يفضلوا واخا كيكون في الاصل ديالهم شعرهم طويل كيفضلوا مثلا التسريحه اللي كتكون قصيره، دائما كتلقاي كوب قصيره في الشعر ديالها ما كتخليش، واش المقص هي ظنا منها باللي المقص كيعالج الشعر، واش هذه المعلومه صحيحه؟ يعني تقطع بزاف ديال الشعر واش كيرجع ليه داك السمك وديك القوه ديالو؟ فعلا الوغ تقطعت الشعر اكيد عنده واحد الدور ديال انه يحفز داك البروسيسوس ديال الشعر، بحيث حتى حنا نفس الشكل فاش كتجي لهذا كنوي كنصحوا تقطع سورتو الا كان لتحت فيه مثلا لي بوانت وماشي مضرر مضرر يعني غتبقى داك الضرر كيطلع عاد. عاوتاني هاد النساء اللي بعد 40 عام علاش كيديروا لا كوب صغيره؟ لان كتقاد لهم البشره ديالهم وكتجيهم مع الدوره ديال الوجه ديالهم كتعطيهم واحد لولوك صغير اكثر من انه يكون شعر طويل. الوغ ولكن شرتي لواحد النقطه وانت كتفورمولي الكيستيون ديالك، بغينا نتكلموا على الناس اللي كيلصقوا لي زيكستونسيون. نعم كانت نقطة اللي غنتكلموا عليها حيت انا اللي دكتور نائلة فعلا هذا هو السؤال. وشوف دابا كلشي كيعرف بلي شهر رمضان ان شاء الله غيكون في شهر 5 ان شاء الله، تعرفي كمية المناسبات والاعراس اللي كاينة ما بين مارس وما بين شهر افريل كثيرة كلشي خصو يسبق شهر رمضان، فكتخيلي في هذه المناسبات ولا بالنسبة للعريسات فنصيحتك مهمة بزاف لهم دكتورة نائلة، كيلجؤوا لهذا الشهر اللي كيكون مثلا مستعار ضروري ما كيعملوا ديك الزيادة اللي كتكون في الشعر، فهنا شنو النصيحة اللي غتوجهها لهم دكتورة؟ على الزيادة إذا كانت مؤقتة نعم يعني غير تحضر بها المناسبة غدوزيها واحد الشهر وغتحيدو. أنا الكلام ديالي ونصيحتي للنساء اللي عايشين به دائما نعم. مشكلة كبيرة الوغ مشكلة كبيرة بحيث من بعد كيلاحظوا بأن المنطقة فين ملصقين سورتو اللي ما كيكونش غير كتلصق بالبانس كنسموهم الكلبسات اللي كتلصق مع الشعرة، إما كتكون فيها واحد السكوتش أو لا كتكون بهذيك الكلبسات اللي تكلمتي عليهم، كنلاحظوا بأن ما بين داك الشعر اللي مجموع وداير بزاف باش تلصق فيه لي زيكستونسيون ياخذوا مثلا واحد الكمه الشعر وكيتجمع كيوليو فراغات فعلا الشعر كيخوى ما كيبقاش ينوض. غير باش نوضعوا المستمعين معنا في الصوره، علاش؟ لا حتى الرجال يعرفوا التكنيك كيفاش كتكون، كياخذوا كيف ما قلتي واحد الكميه ديال الشعر وكيمشطوها بالعكس عوض ما كيسرحوها، يعني كيف ما كنعرفوا كيتسرح الشعر وما كيسرحوها بالعكس، اشنو كيولي الشعر بهذا المعنى بين قوسين مشنتف، كيولي الشعر يعني بهذا المعنى عاد من بعد كيلصق الشعر، لانه حضرت انا لهذا التقنيه وشفتها كيفاش كيعملوها دكتوره نائله، فكتخيلي ذاك الشعر اللي كيولي هكذاك بحال ما مشطش باش كيلصق فيه
فيه لانه خصو بحال ما يكونش رطب بزاف باش الشعر يوقف باش كيشد فيه. كتخيلي ملي كتحيد هادشي علاش تكلمتي فعلا على الفراغات اللي كتبان واحد الفراغات يعني وهادو النساء اللي كيديروه دائما يعني نقدر نعيشين وكتوصل كتقول لك ما نقدرش نعيش بلا بهم. الناس في لونطوغاج ديالي كلهم عارفين بان شعري طويل وقوي وقوي ودونك دوك ناس ولحد الان الوغ كاين بزاف الفرضيات اللي كتفسر علاش داك الشعر كيخوى واش بتجبد بزاف لانك لا تراكسيون زائد ديك اللصقه اللي شاده الصغبه اولا داك الشعر لانه اصلا شعر انساني اللي لاصق كيدير واحد الميكانيزم يعني بحال كيخلي الشعر ديالك كيخفاف وكيقلال وما كيبقاش بصحه جيده. دونك غير هو نصيحتي لهم ان اللي كيستعمل مؤقتا ما كاينش مشكل مي دائما دائما غادي تكون الاضرار الا كانوا خايفين على شعرهم يطيح ويخوى راه غيلاحظوها. دايوغ النساء اللي كيسمعونا غيلاحظوا هذه المساله ما بقاوش قدروا يتخلصوا من لي زيكستونسيون حيت شعرهم زاد خوى بزاف وقلال وما بقاش طبيعي والزغبه تبدلات توتالمون كانت رطبه ولات كيف ما شرتي ناشفه وما بقاش قادرين يحيدوهم. نعم وفي هذه الحاله دكتوره نائله مثلا السيد اللي بزاف ديال السيد تقول لك الوقت اللي حيدته فعلا الشعر ديالي خفاف وكذا هنا العلاجات غالبا شحال تقريبا المده خاص تتكلم على واحد 6 شهور مينيموم على الاقل وعلاجات اللي غتقدر تختلف تا ما بين غير مثلا حبوب بخاخات تقدر توصل دير علاجات اخرى في العياده اللي غادي تعطيها نتائج اكثر مثلا غير هي بعدا خصها تقبل ان تحيدهم. مشكل ما كيبقدروش يحيدوهم كتبقى تجي دير هاد العلاجات ودائما واحد النهار غادي تحيدهم لا غادي غير ندوز هاد الهضره غير يخلف ليه غير شويه غير يعني كيلقاو واحد الاحراج كثير باش يحيدوا من بعد. لذلك مؤقتا مزيان مي دائما ماشي مزيان يعني الانسان تكون عنده مناسبة مثلا مثلا العروسة أو الشهر أو لا ماشي مشكل باش تبدل لوك واخا ولكن باش كل نهار دائما سنة سنتين ثلاث سنوات كاين مشكل. ونصيحتنا أيضا لكثير من السيدات ما تبقاوش توضعوا نفسكم في مقارنة مع فنانات أو مع نجمات لأنه شنو اللي كيوقع دكتورة نائلة هذيك الفنانة راه في ضمن الإطار يعني الخدمة ديالها خاص الشكل ديالها يكون في واحد القالب معين خاص شعرها يكون طويل وخاصو يكون كذا وكذا ولكن يعني لما كنتكلموا على سيدة يعني كتشوف مثلا يعني الشعر كيفاش كيتضرر بزاف وهذيك النجمه بحد ذاتها هذيك الفنانه راه الوقت مثلا اللي كياخذوا لها شي صوره على غفله ما كتكونش عامله ولا بزاف ديال الناس كتشوف مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا كيقول لك تصدمنا واش هذا هو شعرها الحقيقي يعني باش تعرف فعلا الضرر اللي كيوصل ليه الشعر مثلا داك الشعر اللي يعني كيبقى الانسان به واحد المده اللي كتكون طويله بزاف. غادي نمشيو دائما نتواصلوا مع المستمعين الكرام. هذه المره ناخذوا بشرى على الخط معنا من شفشاون. مرحبا بك بشرى. الله يبارك فيك لاله. اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله على هذه البرامج القيمه ديالها. العفو بشرى كيف عندكم الجو شفشاون؟ غزال تبارك الله. يستحق المسافه صافي غير نجي وغير نرد الطريق صافي. مرحبا لاله مرحبا. تفضلي بشرى مرحبا بك. الله يخليك. بغيت نسول الدكتوره نائله. الله يجزيكم بخير. عندي البنيته عندها 18 وشعرها ميدم بزاف دابا بحال دابا تغسلوا اليوم لغدا كيصبح ميدم وعندها خفيف. وكانوا قالوا لي المهم قالوا لي عمل لها هذا شامبوان الحامض. اييه زيد فيه الحامض زعما باش واخا درتو والو. وسمعتي الحلقه من الاول سمعتي؟ لا سمح لي. واخا والبنيه شعرها خفف لها غير مؤخرا ولا كان عندها دائما خفيف؟ لا خفف لها مؤخرا. غير مؤخرا طاح ليها مع المراهقه لاحظتي بانه تبدل ولا كيتدامتو وفيها الشعر زائد في الجسم ديالها؟ لا لا. وما عندهاش اضطرابات في الدوره الشهريه ديالها؟ لا عندها السيكل ديالها مزيان مقاده وما فيهاش الحبوب حب الشباب اللي كيكون في هذا السن؟ قليل ماشي غير في ديك المومون ديال هذا ديال الغاك ديال الدوره الشهريه. ايوا داكوغ. ودونك بحال هاد الحالات يعني العلاج كيكون خفيف لان بون يلا عندها حاله ديال شعرها ميدام خفيف شويه يمكن لها كدير شامبوان اللي كيقادو لو سيبوم تكلمنا عليهم ولكن ينظموا لو سيبوم او لي شامبوان سيبو ريغولاتور ما تغسلش بزاف يعني سوفون هاد الناس كيبقاو يغسلوا ثلاثه اربعه لي كوش باش سوا ديزون يحيدوا داك الزيت بالعكس الا غسلت بالشامبوان بزاف عاد ما غيكثر الزيت دونك ثلاثه المرات في الاسبوع تبدا في الاول كوش وحده واستعمال كذلك بون تمشي تقدر تاخذ الكونساي من عند الصيدليه او لا بارافارماسي تاخذ شي لوسيون اللي غير تحبس ليها لا شوت وتعطيها كفيتامينات يعني ما تكونش شي حاجه اللي مجهده بزاف على السن ديالها. لاحظت ان من بعد 3 شهور تقدت الامور هو هذاك الا بقات الامور هكذا او ظهرات علامات اخرى عندها علاقه بالهرمونات من الاحسن انها تمشي تشوف المتخصص. شنو نصيحتك دكتور نائله لما نبغوا نختاروا الشامبوان على حسب النوع ديال الشعر ديالنا يعني مثلا الانسان لما كيقرا داك التركيبه اعطينا مثلا شي رموز او مثلا غير المواد اللي خاصها تكون حاضره في داك الشامبوان وبلا ما نساو مثلا شنو وقع دكتور نائله دابا اليوم وين كنشوفوا بزاف ديال الناس كيلجا للشامبوان ديال الاطفال
كيقول لك انا الشامبو ديال الاطفال كنظن هو اللي مزيان بما انه ما كتكونش فيه الضرر. وي الشامبو ديال الاطفال على ود انه قليل من المواد اللي فيه إتو، ولكن ما غيصلحش لواحد الانسان شعرها كيطيح ليها اولا شعرها ولا عندها افرازات اولا 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 يعني غنديروا الاطفال الحكم الاحتياجات ديالهم في داك السن ما عندهمش افرازات شعر كيتيدمش فوالا كيغسلوا به ما كيحرقهمش في العوينات ديالهم إتو. جلوك الشعر غنختاروا على حسب لو بيزوان. الناس مثلا اللي كيديروا لاكيراتين او لا لو بوتوكس الشعر او أيه. الكولاجين او لا بزاف الاسماء اللي كنشوفوها اللي من الهدف ديالها هو انها ترطب لو شوفو. بيان سور كو حنا كناخذوا بعين الاعتبار هذه المساله في الادويه اللي كنعطيوهم لعلاج مثلا تساقط الشعر ما خصش يكون فيها بزاف المواد اللي غتحيد لهم ليفي ديال هذا الليساج اللي داروا أيه. وفي الشامبوان بيان سور غادي يختاروا لي شامبوان اللي كيكونوا سان سولفات سان سيليكون اللي ما فيهمش بزاف المواد الحافظه باش يحافظوا على النتيجه ديالهم تبقى لهم مده اطول. كان الشعر مثلا متقصف متضرر وهذيك لا بيرسون كدير مثلا سوشوار بزاف كتصبغ الشعر ديالها كدير لي ماش كتمشي لا بيسين في وسط العام ايتو غادي تاخذ شعر اللي غيرطب ليها الشعر ديالها اللي غيريباري كيكون مكتوبه فيه شوفو ابيمي شامبو ريباراتور وغتستعمل معاه ضروري واحد الماسك من بعد أيه. وتقدر دير قبل بعض انواع الزيوت اللي كتكون اما مخلطه اما واجده كدير قبل باش تريباري الشعر أيه. بالنسبه للناس اللي عندهم ليدام من احسن الشعر اللي كيكون ماشي شوفو غرام مي بلوس ينظم لهم الافرازات تاع الدهون يعني سيبو ريغولاتور احسن لان شوفو غرام كيزيد اكثر ليدام. الناس لي سبورتيف اللي كيعوموا يوميا خاصه الرجال أيه. من الاحسن انهم يديروا شامبوان اللي مكتوبه فيه يوزاج فريكون للاستعمال المتكرر غالبا ما كيكون معدني او لما كيكونوش فيه بزاف المواد الكيماويه أيه. باش يدار بلا ما يحرق ولا بلا ما ياغريسي الفرو الراس. شكرا لك جزيل الشكر دكتور انا الى دراعو دائما كنسخوش بكل النصائح ديالك دائما. شكرا لك شكرا لك عفوا. شكرا جزيلا دكتور انا الى دراعو طبيبه اخصائيه في الامراض الجلديه الشعر والاظافر. شكرا لكل المستمعين الكرام وغدا ان شاء الله نتلاقاو معكم في حلقه جديده. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون. شكرا لوفاء فايز فندا كانت معايا في الاخراج وسميحه الشوبي مشكوره كانت في استقبال مكالماتكم وبقيت اوقات طيبه وممتعه قدوها دائما رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. الى اللقاء.